نوريك واحد القضيه مهمه نقولها لك. دابا انا محمد الخياري عندي 52 سنه وفنان معروف شويه في الضريف في البلاد الى اخره، ورب اسره بامكاني ناكل الحاجه المخيره. اولادي ها هما يقولوا لك ملي كتحط التوصيل ما يمكنش شي حد يقرب لشي لحمه حتى الاخر لنا كبرنا عليها. انا كيجيني الا مشيتي للحمه وكلتي هي الاولى طلع الجينيريك صافي غير نوصل ليديك. هذيك اللحمه كيفاش كتبقى وانت كتبقى تغمس وتدور لها بجنابها وتجر لها واحد السلاويه من هنا وزويتينه من هنا وكتبقى تفرز فيها حتى كيوقع التبصيل، عاد كتبقى ديك اللحمه بحال شي ضفه. عاد كتجي ديك اليد الكبيره اللي ديال المكب ديال امك ولا شكون وكيقسموها لك، وبقى لدابا في البوادي وفي القرى. انا واحد النهار جا عندي نسيبي تقلق، حطينا كسكسو والله العظيم غير العام اللي فات حطينا كسكسو وداك الشيء راجل اختي ومشى قلت لواحد الملج. وانا بيني وبينك انا كان عيني في ذاك الملج، انا عا لقيت السبه قلت له خويا راه يلاه بدينا راه لا 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 نطيب اللحمه راه مشى كلش غير غسلوا طبسيل. وعطيت واحد الفكره لان اللحم هو زوين كيبقى حتى الاخر وداك الشيء غطرف هو طرقتها انا لان انا شريتها بعدا مشيت نتقدا شريتها من الملج بحال المسكه كتحطها كتزيد ويديها لي هو ديجا دا لي اختي ويدي لي لحمه. لا لا لا.